فرصة مفتوحة للمداخلات. أول أسئلة يا أخوان، طبعاً التنظيمات دي ما بخشوا، لكن ممكن نفتح فرصة لزول عنده سؤال أو إضافة أو كذا يعني. فرصة مفتوحة، نحن كلامنا هنا كثير، إن شاء الله عندنا محاضرة في الإعدادية بعد صلاة المغرب هنتكلم فيها، نفتح فيها هذه الوثائق ونتكلم فيها بصورة أوسع إن شاء الله عن منهجنا، ودارين الناس يناقشونا في منهجنا، وده ما بتلقاه، ما بتلقى لك تنظيم من التنظيمات بيجي يقول للناس يا ناس هوي ده فكري انا ودي دعوتي انا. ما في واحد شيوعي بيجي يقول لك نحن دايرين اشاعه المراه، المراه تكون ملكي مشاع للجميع، زي ما قالوا في كتاب البيان الشيوعي الذي اخرجه كارل ماركس وفريدريك انجلز في الثمانينات او في 1800، قالوا وغايه ما يلام عليه الشيوعيون انهم يريدون اشاعه صريحه رسميه للنساء. يعني تاني ما في حاجة اسمها مرتي ومرتك واختي واختك وده بيتنا وده بيتكم، لا لا، بس جيت متأخر من البيت تدقوا شقر الباب، تدق الباب وتخش تقع في أي غرفة، غرفة الراجل، غرفة المرأة، غرفة البيت، غرفة العروس، أي حاجة، ده دارين الشيوعيين. عشان كده بيقروهم في مدارس التربية، المدارس الاجتماعية، ناس التربية بيعرفوا الكلام ده. في حاجة اسمها المدرسة الجنسية، ها، ودي أسسها واحد اسمه فرويد. فرويد ده زول شيوعي، انا دارين اخواننا طلبة الجامعة ما يكون فهمهم كله فهم بتاع، يعني ما زول داري يقضي وقت، انت خليك زول شوية يكون عندك معلومات، الدين ده دي وقت. أصل الناس تلقاه في الصلاة الإمام بس يتأخر خمسة دقايق، خمسة دقايق بس، الجامع كله يفور، وده شنو ده وأخرتونا ونحن عندنا زمن، وممكن يتونس يقعد له تحت شجرة معاه واحدة ويكب لها في المكانات ست ساعات، تقول داير هاي يعمل له اتفاقية جديدة ست ساعات، تلقاهم مغزوزين زي حجار البطارية، هذول مالك ما تقوم على حيلك، فهمت؟ لكن الدين ما دارس معلم، فهمت؟ فده قال إن البقرة حينما تلد عجلا فيكبر هذا العجل ويشتد عوده يناطح أباه من أجل أمه، نريد مجتمعا شيوعيا مثل هذا المجتمع. ده فرويد، فهمت؟ دي المدارس تحت الشيوعية باختصار جدا، وأي شيوعي فهمت يمشي على بطنه او على رجلين او على اربع او عنده ريش او ما عنده ريش، اللي يناقشنا في الكلام ده ما بتقدر تناقش، والله ما تقدر لانك خواف، فهمت؟ ما في تنظيمات، التنظيمات دي كلها عشان كده انت عارف الجبهجيه ديل، التنظيمات دي لقوها زي ما بيقولوا الجماعه لقوها تنظيمات منتهيه، التنظيمات دي والله منتهيه، تسمع الزمان الشيوعيين ومعاهم حزب الامه، ومعاهم الاتحاديين وغيرهم من الاحزاب، لما يجي يتكلموا لك عن انه سوف نسقط حكومه الجبهه الفاشستيه الجاسمه على صدر شعبنا وكاتم انفاسه، انت تقول خلاص البلد دي حتقوم وحتقوم حروب ومظاهرات وبلاوي، ما فيش، زي ما قالوا ركشه بيبوري قندران، ما فيش، كواريك ساكت، زي ما قال الشاعر زعم الفرزدق ان سيقتل مربعا فابشر بطول سلامه يا مربع، والله سوف نخرج وسوف نخرج وسوف نخرج، زي بتاع القدره، الليله بالكاش وبكره بلاش، تجي بكره يقول لك اقرا اقرا، الليله بالكاش وبكره بلاش، تجي بكره، لا الليله اقرا اقرا، الليله بالكاش وبكره شنو؟ بلاش ثاني بكره، فارق ساكت، ما عندهم اي حاجه، فهمت؟ زول فكره ما يقدر يناقشه، ما يقدر يعرضه، فرصه مفتوحه للمداخلات والاستفسارات والاسئله والنقاش واي حاجه، فرصه مفتوحه. فرصه مفتوحه، انا حاسي يعني كانه في افراد من التنظيمات قاعدين، لكن طبعا ديل بيستخدموا الساتر، لانه هنا لو اتفضح مشكله كبيره تاني ما بيقدر يفك مكانات ال 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 الخالطه، يقول لها طبعا انت وانا من حقنا نفرح نطير زي الفراش، تلقانا صاقعه تخمنا لا انت يلقوك لا انا، المكانات دي ما بيقدر يفكها، لانه بنخمه هنا بايات واحاديث ارض جو، والله انت فري شكلها ما تتكيف، فهمت؟ تقدر تخش؟ ما بتقدر، تنظيمات فارغه ساكت، فرصه مفتوحه، اكربوا وارجلوا وتعالوا خشوا. انتوا الصغار ديل معلش يعني ممكن تدقوا تضربوا يعني تلفونات للجماعه البرة، قول لهم والله الليله جونا ناس متوحشين، ناس صعبين جدا ما بنقدر عليهم، جيب الجماعه الفوق، انت طبعا بتلعب رابطه، فهمت؟ جيب الجماعه اللي معاك الكبار. وصية القحطاني. لله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.